مشاهدينا، اما بالنسبه للاخبار اللي هتحصل النهارده فخلونا نعرفها مع بعض في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتير هتحصل النهاردة. مؤتمر صحفي موسع هيعقد بمقر رئاسة الحكومة للإعلان عن تيسيرات وحوافز ضريبية جديدة لدعم مؤسسات ومنظمات الأعمال وممولي الضرائب وبناء جسور الثقة والتواصل بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال لدعم النمو وزيادة النشاط الاقتصادي وتذليل كل الصعوبات والتحديات. النهاردة هتعقد مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع التواصل الثقافي بالمكتبة ثاني لقاءات منتدى مكتبة الإسكندرية للشعر العربي في تمام الساعة 5 مساء بقاعة الوفود بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية. النهاردة هيتم طرح فيلم عاشق في دور السينما، والفيلم من بطولة الفنان أحمد حاتم والفنانة أسماء أبو اليزيد ومحسن محي الدين وغيرهم من نجوم الفن، ومن إخراج عمرو صلاح وتأليف عمر زهران، وبتدور أحداثه حول طبيب يعالج المدمنين في جو من التوتر الرومانسي، وبيقع في حب فتاة ثم يكتشف أنها تعاني من الإدمان فيحاول علاجها بعد أن وقع في حبها.